تم تم فين غنولد ما فيها مشيت عند الناس لاباس عليهم كل واحد عطاني شويه داروا لي التحاليل 13000 ما في السيطاتيش ندير هذوك التحاليل شناوا تقول لك حقه ما عندكش ما تولديش وهذاك الشيء ديال الله ما حنا سيروا دقوا ديروا لنا شي حاجه في الماء باش ما نبقاوش نولدوا زيدوا كملوا الباقيه راه قتلتونا وهدمتونا هذا الله الله يجعل شي بركه وكيقول لك سيدنا راه حقه قال لي من ولاده فابور راه كيذوب هنا والله سيدنا حتى كيشدوا 1000 درهم عادك تدخلش ولدي ولا ما عندكش 1000 درهم سيري تموتي والله ما يديها فيك شي واحد السكيريتي كيبغي 100 درهم اللي في الباب باغي 400 اللي تجي تبدل لك خاصها 1000 ريال بزاف بزاف هادشي حتى واحد عطاني مسكين 4000 باش نجي نولد اختي شنو المشكل اللي عندك بالضبط؟ المشكل هو هاد السبيطار اللي ما عطيتيش 1000 درهم ما كتدخلش ولدي خلاص تلقاو ها هما الفلوس ها انا مشيت طلبت كل واحد عطاني 4000 باش نولد وانت ما خدامه مرد ما خدامه ما انا عندي فريريشة في الجوطية ما عندي وليدات وراجلي في الحبس كنبيع ونشري في الجوطية اخويا عندي الله سبحانه وتعالى كنخرج كنبيع حوايجي في الجوطية كل مرة كنخرج حوايجي من المواعن من ماريويا يلا من داري تشوف داري غنشفت اخوات من المواعن اخوات من الحوايج ما كندويش كنقول هذاك انا اللي مكلفه ولادي هذوك ولات تنقصني نقد بهم ولكن الطبيب الولاده لا حشومه حنا كلشي كنسكتو عليه سكتنا على حقنا تكرفسنا في هاد كورونا لا بالجوع على ولادنا واش قالوا في السبيطار اختي انت من الجوامع طلبتي عليهم ولكن السبيطار قال لك ما عندكش 1000 درهم تعطيها لك هذيك النمره ديالك هذيك النمره هذيك النمره ديالك النمره عطاوها ليا باش نعيط للدكتور كامل هاي قال لي عيط للدكتور كامل باش تعطيه يعاود مخو الشفار عاود مخو راه لا اطباء لا ها هما هاي عطاوني النمره قالوا لي الا ما عطيتيش 1000 درهم وريتيها لي ما غيدويش معاك انا مشيت سلفت وجيت انا نسيت السلفه من التوفيق ها هو وين تدري الورقه 100000 ريال غنقرض فيها عامين من عمري شحال دايرين معاك كل شهر 6000 ريال منين غتجيبي هاد السلف؟ ما عرفتش المهم عاد نتفك اخويا ملي كتعاملي هاد المعاملة بحال ما هكا كيوقع لك هادشي ما كتبقاش تفكر منين تجيب كتفكر عير غادي تفك صافي تولي باغي عير اللي فكان منين تفك ونولد ديك الساعة نهز بنتي ونمشي نجلس قدام الجامع نطلب بها تنوجد ديك السلف ونعطيها التوفيق التوفيق فيها الرحمة رحمتني على هادو ما رحمونيش البناج اش دار معاك؟ البناج قالوا لي خصك تقلبي عليه تعطيها ها هي ورقة البناج كلشي عندي عطاوني ها هي ورقة البناج عطاوني قال لي تفتحي هاد شحال خاصو ياخذ توا؟ قال لك خصك تدوري معاه توا باش يشوفك ويدوي معاه شحال تقريبا؟ قالت لي السيد عطيه 100 درهم ولا 4000 باش باش يقرب لك الرونديفو ولا ما عطيتيش الفلوس غادي يبعد لك الرونديفو غيخليك كما كنشوفوا كما كنشوفوا اللافته بالمجان دايرين رغم ان اللافته القيصريه بالمجان الله يخليه قال لك كل شيء بالمجان الولاده وسيدنا راه ما كاين لا مجان لا والو راه لا ما عندكش 1000 درهم راه 1000 درهم هي اللي كتهضر في السبيطارات كاملين اي سبيطار مشيتي ليه 1000 درهم باش دخلت ولدي واخا يقيدك السبيطار ويديروا معك الاجراءات الطبيب ما يجي يحط ايدو فيك حتى تعطي 1000 درهم تتبان لي الزرقاء كتنطح ختها بحال هادي عاد كيدوي معاك وشكرا والله يرحم الوالدين